تخرج البنت، تخرج بنت بحال ديك الشابه ابتسام باغي تقلب على باها شكون قتلو الكولونيل، وتقول لك انا، واحد تيقول ليها العاهره. خوتي المغاربه اسمحوا لي نقول لكم وصلنا الى الحضيض. ولدي عنده عامين لم يسلم من لسانه القذر. ما وسخنا ما وسخنا ما وسخنا ونكابر نكابر، عرب حطب خشب حيوانات، ماذا انتم يا اولاد الفعاله؟ الذئبة حتى الذئبة تعتز بنطفتها، والكلبة حتى الكلبة تعتز بنطفتها، وأنتم بماذا تعتزون؟ بغيتهم هكا ومسؤولين، والشرطة القضائية نقول لهم، نقول لهم بمنتهى الاحترام، شنو داروا لكم هاد المغاربة؟ البنت بغات باها راه القضاء، عاهرة كتركب في البيكوبات، شمكارة سكيرية، محامية كيتنمر على وجه فمها كيعوج امام اعين هيئات المحامون، ولا محامون خرجوا بلاغ. يشهر بالناس على رؤوس الاشهاد امام اعين السيد وكيل العام، امام اعين ضباط الشرطه القضائيه، امام اعين المحاميات، امام اعين البرلمان، امام اعين الاحزاب المغربيه. تصور ما كاينش شي حاجه من يقيس لك الانسان عرضك وشرفك. تصور بنت تقول لها العاهره، ما دارت لك والو، ما عندك معها حتى حاجه. كولونيل ديال الجيش، كولونيل ديال البوليس، كولونيل من خير خلق الله، تجي انت وتقول امام المغاربه راه كيضرب يده بحال شي شمكار بموس. صوروا الشمكار، شمكار. وبعد الخزي والعار اللي خرج هذه الروايه. خوتي المغاربه مرحبا بكم. بدايه كنهديكم هذا الدرعين، الدرع الفضي والدرع الذهبي. الدرع الفضي كتاخذوا من كتوصل 100,000 مشترك، ما عمري طلبته. والدرع الذهبي من كتوصل مليون. السي احمد الصديق ديالنا طلب من اداره اليوتيوب وجابوا لنا هاد جوج ديال الدرع، فكنهديهم ليكم اخوتي المغاربه. بعد الله عز وجل انتم بفضلكم وصلنا الى هذا الدرعين، وصلنا الى هذا الدرعين، وخاصه الدرع الذهبي. فالله يجعلنا نبقاو عند حسن ظنكم. اخوتي المغاربه اسمحوا لي نقول لكم وصلنا الى الحضيض، وصلنا الى مستوى خيب. اليوم وانا كنهضر معكم في هذه اللحظه تحضرني القصيدة ديال مظفر نواب الشاعر العراقي. ما أوسخنا ما أوسخنا ما أوسخنا ونكابر نكابر، عرب حطب خشب حيوانات، ماذا أنتم يا أولاد الفعلة؟ الذئبة حتى الذئبة تعتز بنطفتها، والكلبة حتى الكلبة تعتز بنطفتها، وأنتم بماذا تعتزون؟ وأنتم بماذا تعتزون؟ هذه قصيدة قالت على الموقف العربي في القضية الفلسطينية وهالمجر. اليوم كنلقى واحد الوجه تقريبا شبه مع ما يجري في المغرب الحبيب. بماذا نعتز نحن المملكة المغربية؟ بماذا تاريخيا نعتز؟ قول لي بغيتي على المملكة. نعتز باستقرارنا، نعتز بأخلاقنا المغاربة، نعتز بتضامننا، نعتز بحيائنا، نعتز بتضامننا وقت الشدة، نعتز بمؤسستنا الملكية، نعتز بالبوليس ديالنا، كنعتز بالجندار، وكنعتز بالجيش، وكنعتز وكنعتز. اليوم بعض الناس بغاونا ما تبقاش حاجه نعتز بها. اليوم اخوتي المغاربه صدقوني، وانا كنسمع التصريحات ديال الناس قدام رئاسه النيابه العامه، نقسم لكم بالله العلي العظيم، يا شعرت الالم. وصلنا الى الحضيض، وصلنا لمستويات خطيرة ومرعبة ومخيفة جدا. تخرج البنت، تخرج بنت بحال ديك الشابة ابتسام باغي تقلب على باها شكون قتلو الكولونيل، وتقول لك انا، واحد تيقول ليها العاهرة، كتركبي مع البيكوبات، ولدها عنده عامين لم يسلم من لسانه القذر. ما كرهتش انا نشد الناس اللي كيطبقوا القانون في المغرب، مع احترامي ليكم رانا مجروح، نشد النيابه العامه مسؤولين، وبغيتهم هكا ومسؤولين، والشرطه القضائيه نقول لهم، نقول لهم بمنتهى الاحترام، شنو داروا لكم هاد المغاربه؟ اولا بعض المغاربه شنو داروا لكم؟ حتى توصل لمستوى مغربي بغا عرض، اي عرضوا عرضوا هو يتحصن يتحفظ. امراه بنت بغات باها راه القضاء، عاهره كتركب في البيكوبات، شمكاره سكيريه، محامية كيتنمر على وجه فمها كيعوج أمام أعين هيئات المحامون، ولا محامون خرجوا بلاغ. شوفي وصلنا في المملكة المغربية،
مرأة كتنمر منها، ولا حركة ولا جمعية نسائية حماد ديك المرأة، جمعية ديال الطفولة، ولا شي واحد حماد داك الطفل. يشهر بالناس على رؤوس الأشهاد أمام أعين السيد وكيل العام، أمام أعين ضباط الشرطة القضائية، أمام أعين المحاميات، أمام أعين البرلمان، أمام أعين الأحزاب المغربية. تصور ما كاينش شي حاجة من يقيس لك الإنسان عرضك وشرفك. تصور بنت تقول لها العاهرة ما دارت لك والو، ما عندك معها حتى حاجة، وكولونيل ديال الجيش، كولونيل ديال البوليس، كولونيل من خير خلق الله، تجي انت وتقول امام المغاربه راه كيضرب يده بحال شي شمكار بموس. تصوروا شمكار، شمكار. وبعد الخزي والعار اللي خرج هذه الروايه، وانا سمعت هذه الروايه من طرف واحد طرف في الاسره، وقلت له شنو قلتي؟ تما عرفت. وانا نخرج عند الناس نحلف لكم المغرب بلاش، قال لي يا السيد ماذا بيخدم عقل. قلت له راه كيفاش هذه كتقول هذا؟ قال لي شوف، قال لي انا دائما السيد نفسكم. قال لي عمر، قال لي وخدم عقلك. قال لي شنو هو كولونيل؟ قال لي باش توصل لكولونيل. قال لي كيفاش؟ قال لي راه إساءة للبوليس، ان البوليس معاهم شخص كيضرب يده. قال لي شوف هاد الناس في وصل باش علاش؟ باش الناس يكرهوا القضيه ويكرهوا البنت. اخ الخطور اللي كيدير دابا، بغيت نكرهك في قضيه البنت شمكاره كتكم في البيكو والبوب كيقتل، لكي ينفض الجمع حول القضيه، طريقه قتل القضايا باش ما تاخذش بعد مجتمعي امام اعين الصوت. كولونيل ديال البوليس خدم معاهم، مات الله يرحمه، ولم يحمى، لم يحمى البوليس المغربي. وغنعاودها يا الله، يا راه كنبغي نميك، راه كنبغي نتجاوز، راه كنبغي تشوفوا المجهود اللي كندير فاش راه كنعيشوا اسوء. انا هذا شخصيا انا كنعتبرها اسوء سنوات زعما في المجال الحقوقي. انا كما قلت في واحد الندوه شاركت فيها ديال، وكنشكر الاخوه ديال العصبه المغربيه للدفاع عن حقوق الانسان، شاركت معهم في واحد الندوه هذه شي والبارح، واحد الاخ قال لك كان الاختطاف وكان بكري. انا وجهت قلت له شوف الاخ، الاختطاف مودان ما بقاش في المغرب. قلت له ولكن لو خيرتيني، قلت انا نفضل نتختطف، نفضل نبقى تحت الارض ولا في حراسه نظريه 4 سنين كما كنا في سنوات الجمر والرصاص، على انني نشوف واحد المواطن كيسب البوليس، كيتهمهم مشاركة القتل بالتزوير، وما يقدرش يهضر معاه حتى شي واحد في البلاد، ويدخل ويخرج ويسب الاعراض ويسب انا نفضل قلت له نتختطف، يكون زمن الاختطاف، ولكن الا بان راه كيكون، على انني نشوف واحد كيعطي الصباع. اسمح لي السيد رئيس النيابه العام، يعطي الصباع رئيس النيابه العام، يعطي الصباع الرئيس المنتدب لدى المجلس على صوت، يعطي الصباع في فيديو ولا يساءل ولا يحاسب. ونفضل نشوف انا سنوات ونشوف هذا كيعطي الصباع الرئيس النيابه العامه، ونشوف واحد مشدود على تدوينه، مشدود على جوان، مشدود على النفقه، مشدود على هو وصاحبه وقع له شي مشكل. هاد ما كاينش القانون، علاش؟ علاش كديروا معنا بهذه الطرق؟ علاش؟ في عمر الناس اللي خرجوا اليوم، عدد منهم اخوتي اليوم كلهم وطنيون، ماشي كلهم، شي كاع اللي كانوا اليوم في الوقفه وكيضلوا يدافعوا على الوطن من صفحتهم ومواقعهم، هادو علاش خرجناهم؟ شكون اللي خرج هادو؟ شنو غنربحوا من هاد الميتلي ولا من هذاك اللي ما كيتسماش في امريكا؟ اش غتربح منه؟ اش بغيت غنعرف شنو هو الربح؟ انا بغيت نفهمو. نتجنا غير التوتر، نتجنا الاساءه للمؤسسات، نتجنا الاساءه للدستور، نتجنا الاساءه. عرفتي مره الناس ولاو دابا ما بقاو يفهموا والو. واش عيب الله هذا تصريح؟ وغنعاودوا واستدرجوني القتل البوليس. انا نورمال مومي خرجت من الكوميسيا سوق رابع، الكوميسيا جات على الشرابي، اجيتو ناسيونال منين جينا، ما غندخلوش لداخل سوق رابع. تقييد باش نتقتل، والبوليس كيقيد للقتل، وهذا اللي قال خرج برا. وعندك انت اهانه هيئه منظمه، عندك تبريق عن جريمه خياليه، والقواعد راه محطوطه في القانون الجنائي. اذا هذا الشخص علاش ما تسالش؟ عنده شي حمايه؟ شاد على شي واحد شي حاجه؟ كيخلع؟ عنده قوه؟ منين جاب هذه القوه؟ مشى لجنيف؟ عنده السفاره الاسبانيه؟ ولا حيت هو كينتمي لحركه المثليين كما كيروجوا علينا ولا؟ وخرج هو تيقول لهم انا درت لكم ديك العباره الزيط ما بغيتش نقولها. شنو هذا المستوى في تدبير البلاد؟ شنو هذا؟ واش انت تقول البوليس المحلفون تزوير محضر؟ سمعوا تزوير المحاضر، سمعوا المحضر تيقول بانهم شدوني وانا اللي غادي برجلي، منظمه الخروقات ما وافقتش عليهم، بقيت نغوت معاهم داخل، قلت لهم انا غنسني الوراق اللي انا طريق فيهم، يعني الوراق اللي انا غايلهم في امي. وحي على البوليس وسط المغفر، البوليس المملكه المغربيه دخل قال لهم كتبتوا لي كتابه ماشي ديالي وحيح، قال لا داكشي مش ديالي. وهذا اما اختاروا شنو بغيتي، اما التبليغ عن جريمه خياليه يعلم بعدم حدوثها، اما هذه الاتهامات هي صحيحه،
اذا خاص القانون يدخل، اما البوليس غيدارو اما هو، لا البوليس تناقشو ولا هو تناقش. اذا عنده الصح هادشي اللي كيقول. وحوته والبوليس خانزن، فاسدين البوليس فاسدين. يلا فحوته وحده ما غاديش تخنز الشوالي. يلا حوته هذوك البوليس حوت خانزه ديال سيدي الغرب، بوليس خانزين. وفين هو الاهانه لأم؟ فين هو اهانه موظف عمومي اللي كيتابعوا بها عدد من الناس؟ وسمعوا المغاربه يقول لك قالوا له البوليس غادي تبات، قالوا له غادي تبات، عندك حراسه نظري. البوليس فوقاش يقول لك غادي تبات؟ ما عندوش تلبس. اذا البوليس اذا البوليس ربطوا الاتصال بالسيد وكيل الملك، وكيل الملك قال لهم حطوه في الحراسه النظريه. جاو قالوها له حيح تحرك التليفونات ولا شنو وخرج. سمعوا هذه اخوتي سمعوا. يلا قالوا لي غادي تبات تقدم عند وكيل الملك. انا كتبا عشان تقدم عند وكيل الملك، انا جاي شاكي وتقدم عند وكيل الملك، الا تقدم عند وكيل الملك نعيطو المحامي ديالي. دابا خلي بديبي ولا فلان ولا فرد. دابا عاد الواقعه اللي كيقولوا وطنيات وطني، وناقشوا هذه الواقعه. ها نحن نسيء البوليس قالوا لي غادي تبات، اذا جاء امر بوضعه في حراسه النظر. وشنو تبدل؟ علاش القرار تبدل؟ شكون اللي دخل على الخط وبدل القرار؟ وفين الهيبه ديال وكيل الملك؟ فين الهيبه ديال الشرطه القضائيه؟ فين اخوتي المغاربه؟ فين صدروا الشوري اقتل؟ هادشي علاش خرجوا الناس اليوم؟ هادشي علاش خرجوا الناس؟ وخرجوا الناس كيبكيو. مست عرض ديال الامهات، المراه المغربيه تمس، والمراه المغربيه تمس من اقوى الصور في هذا العهد الجديد، من اقوى الصور اللي عقلته. كان عندها واحد صدى كبير لجماليتها ولروعتها. عقلته الملك محمد السادس منين علق واحد الام مغربيه، الام شوفوا الصوره، شوفوا هالصوره هذه، شوفوا الملك كيفاش كيدير الام. وعلاش هاد المسؤولين استباحوا عرض الامهات؟ علاش المسؤولين سمحوا في الامهات المغربيات؟ علاش زعما كيفاش كيسبوا الامهات ديالنا؟ لا بلاغ ديال الصوره، اي بلاغ في هاد الواقعه اللي قالها السيد، او لا بلاغ في التشهير، او لا شنو درنا؟ ولا دخلوا ولا ما دخلوش، ولا القانون ياخذ مجراه. والوكيل العام عباد الله تعطيه الصباع، رئيس النيابه العامه تعطيه الصباع، رئيس المنتدى المالي تعطيه الصباع، المحاميه تعوجها، المحامون كيخافوا منه. وهنا غنقول واحد الكلمه للنقيب ديال الرباط، نهضر معاك نيشان، ما نقولش فيك شي كلمه دلعيب، ماشي خوفا، تعرفنا مربيين. هذا انت يا اتحادي، وانا من الناس اللي كتبت خبر مزروب فلان سي سميتو بعد والله ما عقلت الرويبح، فرحنا بيك الاستاذ، انت اتحادي جيتي من المدرسه اللي واحد الوقت عرفتي شنو كانت كدير على الامهات والعرض والشرف المغربيات. واسمح لي نقول لك عندك واحد المحامي معك في هيئه الرباط، ترى كيطلع مع هاد الناس اللي كيسبوا عباد الله، وخرجت عليه اخبار بانه تلقى اموال من الخارج. ايوا الاموال حنا كنعرفوا ملي كتاخذ شي فلوس كتجي من الخارج، واش ديال الموكل كنعرفوا الاتعاب كيفاش كتاخذ. اه بلاغ عناقش معنا من تهموكش السير ويبح ما نقولوا عندك، ولكن يسمح لي هادشي كاثر. بغينا نبنيو علاقات كصحافه. انا دابا وليت صافي المحامون تدريجيا ما عملها تموت، ما عملها تناضل، ما عملها توقف. واش عباد الله محامي؟ اي محامي راه كيتهمي الهيئه، راه كيضبطوا النقيب وكذا. اجي شنو هادشي؟ هاد الفلوس كيفاش جات؟ واحد السيد حقوقي اتهمك 25 مليون من وزاره الثقافه وقسمها مع فلان. واش انا كنقول قال المحامي؟ واش هادي ما فيها لا بلاغ لا توضيح لا والو؟ علاش كنقول لكم وصلنا للحضيض؟ علاش شنو معنى الحضيض؟ ان ولات التهم كتلقاها هكا في الانترنت وما كاينش المساءله، لا يسال احد. جي انت قول على بنادم راه 17 مليار ديال المحروقات، فلان راك دير 17 مليار المحروقات. واش يمكن نعفي اخ النوج على 100 على 17 مليار درهم ونتكلم على 17 مليار درهم وجود مغرقة المغرب بالكفاف؟ يخلص 17 مليار درهم وسمحوا لي في جود وما كاين لا مساءلة لا والو. وهو سميتو المسؤول، علاش كنسميه مسؤول؟ يعني يسأل عن أفعاله عن سلوكاته عن تدبيره. جيت تقول لي المحروقات مشات ما كاين حتى حاجة، ما عرفت شحال ولات دابا. جيت تقول لي وزيرة بانت كتبادل القبال مع شي كذا خرجت تبالغ، لا يسأل، لا ما كاين لا مساءلة لا والو، ما عرفناش لا قضاء تفتح لا برلمان، حتي ما كتسألش. جيت دير امتحان للمحاماة وتوجه اتهامات قد سقط في ذاك الامتحان ديال المحاماة، لدرجة شوفوا اخوتي المغاربة شوفوا ذاك الامتحان ديال المحاماة. ونقول لكم واحد القضية والله العظيم كيشرفني ما نجحتش في ذاك، مع احترامي للاخوان اللي كاين الاخوان اللي نجحوا ويستحقوا شي هذاك الامتحان. والله ما لقيت واحد السيدة كتبت لي قالت لي المهداوي جبتي شي نقطة، ما نقول لكم شي حاجة ديال ما بغيتش نخص نقول شي عبارة دون المستوى دون المستوى، والله كما كنت نحشم
نقول هذا وزير العدل وهذو اللي معاه بالله ونتحدى والله تنخوي الصحافه وديروا لي امتحان في القانون المسطره الجنائي ولا القانون الجنائي. ما كنبغيش نهضر بهذه اللغه والله ما كنبغي نهضر والله والله تنخوي الساعه بالله حتى نخوي الساعه دير لي امتحان انا وزير العدل وهذو اللي نظموا الامتحان. الا ما خويتش الساعه ما نبقاش المهداوي. قانون المسطره الجنائيه والقانون الجنائي خاص هاد الجوج روجوا علينا كنقول على شي كلمه شي 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 وسخ كنجاوب ديك المخطط الخاوي المهدوي بقى يجاوب الوسخ والكذوب والتدريف جاوب راه جاوب هاد الفعيل راه حنا شوفوا اخوتي المغاربه شوفوا هاد السيده شنو قالت شوفوا شنو قالت شوف شوف السيده نجحت في المحاماه ما عندوش وجهها باش تعرفوا في وصلنا في المغرب سمعوا. ومن خلال هذا المنبر اتقدم بالشكر الجزير لهيئه هذه راه السيده نجحت في هذا الامتحان المحاماه ديال وهبي وداروا لهم سميتو كيأديوا القسم وسمعوا التصريح ديالها سمعوا شحال تقول سمعوا المحامين بمدينه طنجه واللي السيد النقيب بطبيعه الحال ولاعضاء مجلس العداله ابتداء من رئيس المحكمه ومجلس النواب و فين كاين مجلس النواب المغاربه؟ وعباد الله وهذه راه محاميه وراه توقف قدام القضاء وما كتميزش عباد الله بين المجلس ديال 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 دي المحامين ولا المجلس ديال والمجلس ديال ديال دي النواب اش دخل مجلس النواب عباد الله واش هاد المعلومه كاينه بعض المعلومات كتقدر تقولهم في سياق ما نعرف كتجي فلتها ولا كتزلق ولا كت ولا مجلس النواب كيفاش محاميه غترافع علاش كنقولوا داك الكوسيام اللي دوزوا به الامتحان شوفوا المغاربه شوفوا مستقبلنا القضاء العداله شوفوا هذا امتحان دابا انا والله كنعاودها لكم وكيشرفني ما نجحش في ذاك الامتحان دوزت الثاني والله ما بغيت نعاودو عقت شنو واقع فيه دابا هذا امتحان مع احترامي الاخوه اللي نجحوا هذا والله ما يشرفني انني وكنحمد سيدي ربي الحبيب ما عندوش شرعيه شوفوا عباد الله سمعوا النواب ورئيس العام ورئيس العام للملك ولي الشرف شكون هو الرئيس العام للملك واش كتسمعوا واش كتقول دابا هذه السيده سمعوا المغاربه سمعوا الله يسهل عليكم المحامين بمدينه طنجه واللي السيد النقيب بطبيعه الحال ولاعضاء مجلس العداله ابتداء من رئيس المحكمه ومجلس النواب ورئيس العام ورئيس العام للملك ولي الشرف شكون هو الرئيس العام للملك؟ واش ما عارفاش الوكيل العام للملك؟